سلام سلام بنات، اليوم غادي نقدموا كلافوتي بكرز. هي وصفه فرنسيه. غادي نحتاجوا كاسونس ديال الحليب، كاس ديال الكريمه، شويه ديال الزبده دايبه، كنحتاجوا دقيق، كنحتاجوا بودره اللوز. واذا عندك الحساسيه من بودره اللوز ممكن نستغنوا عليها ونقدموا فيها غير بلاصه الدقيق. سكر حسب الذوق، 3 ديال البيضات، قليل من الملح، وفانيلا، وبطبيعة الحال كرز. الى كاين الكرز الطبيعي اللي فوقته مزيان، ما كاينش هذا المعلب حتى هو كيقوم بالغرض. الاكل سهل جدا 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 كما عودتكم، ولذيذه لذيذه لذيذه. دونك في اناء واحد كنخلطوا جميع المقادير، بيض، سكر، نسلسلو لينا مع المقادير مع بعض، مبقاش لينا السكر يذوب، ونزيدو شويه ديال الزبده، شويه الملحه، نضيفو الزبده، نضيفو السوائل، حليب، كاس ونص، والكريمة تقريبا كاس. هاد الخليط كيكون سائل، وكتجي بريباراسيون كلها سائلة. هنا بعد ما كلشي تجانس نضيفو بودرة اللوز اللي قلنا ممكن نستغناو عليها ونديرو بلاصة الدقيق، ولكن ببودرة اللوز كتجي احسن. الدقيق خلطوا جيدا، الخليط خاص يكون سائل ما يجيش عقد، خاص يكون سائل. حنا كنوجدو القالب، كنديرو فيه ورق الزبدة، كندهنو جيدا، كنفرغو حبات الكرز. يا إما كنفرغوهم هما اللولين، يا إما كنخليوهم هما الآخرين بحال بحال. في كلتا الحالتين كتجي رائعة. كنصبو الخليط بهاد الطريقة، كتشوفو أنه سائل جدا، كندخل الفرن لمدة 45 دقيقة. حتى يطيب ويتحمر خرجو ندهنو بواحد شوية ديال الزبدة من الفوق، شوية زبدة كنحطو فوق من الطروفة ديال الزبدة، قليل من الزبدة، حيت غادي نردوه الفرن مرة ثانية مدة 10 دقائق أو 15 دقيقة. وكنضيفو شوية ديال السكر، رشة سكر من فوق،
بهذه الطريقة. فقط كنخلو الفرن لمدة 10 دقائق أو 15 دقيقة وكنخرجو نقدموه بالصحة والراحة. Bon appétit.